مرحب بحضراتكم من جديد، والنهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن وكالعاده خلونا الاول نبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها اجتماع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعه جهود تطوير القطاع البيئي وكمان تاهيل وتدريب الموارد البشريه في مجال تكنولوجيا المعلومات. صحيح يا باسنت، امبارح ايضا سياده الرئيس اجرى اتصال هاتفي مع رئيس قبرص المنتهيه ولايته، اعرف فيه سيادة الرئيس عن تقديره لدعم العلاقات ما بين الجانبين، وكمان أيضا كان عندنا أن الحكومة نفت كافة الشائعات التي ترددت بخصوص استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية. تفاصيل أكثر عن هذا الأمر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة جهود تطوير القطاع البيئي، ووجه سيادته بتحقيق التكامل والتوازن بين جهود تحسين منظومة البيئة واستراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، وكمان تعزيز المشروعات الهادفة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية وزيادة التوعية البيئية المجتمعية. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع لمتابعة جهود تأهيل وتدريب الموارد البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات ومبادرة أجبال مصر الرقمية ومراكز الإبداع الرقمية. وأكد الرئيس خلال الاجتماع أولوية توفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجه أيضاً بمواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الإدارية والحكومية تسهيلاً على المواطنين. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع نيقاس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته، وخلال الاتصال أعرب الرئيس عن التقدير والشكر النظير القبرصي على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة تولي المنصب، وهي الفترة اللي شهدت الكثير من الإنجازات المهمة سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، وقال مركز معلومات مجلس الوزراء إنه جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة آمنة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة وتخضع جميعها للفحص والرقابة. أما في جولة المحافظات فمعنا مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح أيضا في عدد من المحافظات المصرية، منها إنهاء 70% من مشروعات البنية التحتية في محافظات أسوان، ومنها أيضا تنفيذ مشروعات جديدة لرصف الطرق بتكلفة بلغت 12 مليون و735 ألف جنيه في محافظة البحيرة. كمان معانا في المحافظات تحليق 60 رحلة بالون على متنها 1600 سائح في الأقصر، وتحصين 166 ألف راس ماشية ضد الحمى القلاعية في كفر الشيخ، وتفاصيل وأخبار أكثر في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها إنهاء أكثر من 70% من مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وده بالتزامن مع تنفيذ خطة أعمال الرصف بمختلف المدن والمراكز. في البحر الأحمر بدأت أجهزة مدينة الغردقة نقل المرحلة الثانية من سوق الخضار الموجود خلف شركة بيع المصنوعات بميدان الدهار لمجمع خدمات الدهار في نهاية شارع المصالح بجوار موقف السيرفيس، وده أول سوق حضاري في الغردقة تم إنشاؤه بتكلفة 130 مليون جنيه على مساحة 10,000 متر. في الأقصر حلقت 60 رحلة من رحلات البالون الطائر اللي أقلت على متنها أكثر من 1600 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر الطبيعة الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء. في قنا تم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أبو مناع شرق التابعة لمركز دشنة ضمن فعاليات القوافل الطبية اللي بيتم تنظيمها بالقرى الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي على 1327 مواطن في 7 تخصصات طبية.
في البحيرة قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة حوشعيسة بتنفيذ أعمال رصف طريق جسر مشروع عبد القادر بطول 1.65 كيلومتر، وكمان استكمال رصف طريق الريكو المركب بطول 2 كيلومتر وبتكلفة 12,735,000 جنيه. في الشرقية بيشهد مركز أولاد صقر تنفيذ 22 مشروع خدمي وتنموي بتكلفة مالية بلغت 417,294,000 جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، وده لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. في الوادي الجديد بيتم استكمال تنفيذ خطة إحلال وإعادة رصف الطرق الداخلية بمدينة الخارجة، وتم التكليف بسرعة إنجاز أعمال صيانة وإحلال الطرق والشوارع المتهالكة على مستوى كافة مراكز المحافظة. في المنوفية تم الإعلان عن تنفيذ 8 قوافل طبية كل شهر في جميع التخصصات وبأحدث الأجهزة بالقرى الأكثر احتياجاً بجميع مراكز ومدن المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمستحقيها. في الإسكندرية انطلقت أولى فعاليات مبادرة مدارسنا مثمرة بنطاق حي العجمي، وتم زراعة 20 شجرة جوافة و20 شجرة زيتون بمدرستي السيدة خديجة بنت خويلد والشهيد صابر أبو العينين، وده بالتعاون مع إدارة المدرستين والمختصين وبمشاركة الطلاب. في كفر الشيخ تم تحصين 166,615 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلعية ومرض حمى الوادي المتصدع من المستهدف، واللي بيبلغ 211,969 رأس ماشية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.